ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لهتك الكون على أكثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أهنائهم أهلالا فهي إلى الأجزان فهم مغمؤون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتوب ما هدموا وآثاركم وكل شيء أسيناهم في إمام مبين وَرَبَّ لَهُ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَذَّبُوهُمَا فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَهَلُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ هَلُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تَكْذِبُونَ هَلُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ هَلُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا تائركم أكم سكر رب أنتم هم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل الله يتبعوا المرسلين يتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وتحز من دونه آلهة يريد الرحمن بزور الله إني شفاعهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل كل جنة حال يا ليت أحمد بقول يعلمون بما غفر ربي وجعلنا من المكرمين وما أنزلنا على هومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم حامدون يحسر على لباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلقنا حبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نهيل وأناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم الشمس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نهلكهم فلا سهل لكم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا مهرين وإذا قيل لهم أفكم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا ولو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سيئة واحدة تحزهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بزنا من مهادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلى سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تسلمون نفس شيئا ولا تجزون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام حولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنا نحن لكم عدو مبين وأنيبوا دوني هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا بكم جبيلا غزيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تفرون اليوم نتيم على أفواههم وتغلبون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على جنب فربكم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمر نكسه في الحلق فلا يأكلون وما علمناه الشراء وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزلفنا لهم فمنها ركبكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما ينذرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو هشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشا أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من السجد أطهارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض أرد بهادر الله لكم إسرع بلا وهو الله العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون.